دعا الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن يوم الاثنين 18 جويلية 2022 المتعاملين الإيطاليين إلى الاستثمار بالجزائر في مجال تصنيع السيارات. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي الجزائري الإيطالي بمركز الدولة للمؤتمرات بالجزائر العاصمة، وأكد أن الشركات الإيطالية ستعمل بقوة مع نظيرتها الجزائرية من خلال التحفيزات والتوجيهات الجديدة على استغلال كل الفرص المتاحة لإنشاء شركات طموحة. وأضاف أن المؤسسات الإيطالية أمامها العديد من الفرص الاستثمار في الجزائر، لا سيما في قطاعات الفلاحة والمناجم والسياحة والصناعة. وأشار بن عبد الرحمن إلى طموح الجزائر في تحقيق صناعة حقيقية في مجال صناعة المركبات، مع مراعاة عوامل نجاحها لا سيما الرفع من نسبة الإدماج ونقل التكنولوجيا وتطوير المناولات. وأكد أن الحكومة تولي اهتماما خاصا قطاع الصناعة، إذ تسعى إلى الرفع من مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ولفت إلى استغلال العديد من الفرص التي يتيحها القطاع لمضاعفة إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذلك المؤسسات المصغرة والناشئة. ويذكر أن افتتاح المنتدى الاقتصادي الجزائري الإيطالي جرى تحت الرئاسة المشتركة للوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن ورئيس مجلس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي بحضور أعضاء من حكومتي البلدين. ويشارك في المنتدى الذي يعقد على هامش القمة الحكومية الجزائرية الإيطالية الرابعة أزيد من 500 رجل أعمال من بينهم 180 إيطالي من مختلف القطاعات. وفي الأخير خوتي اللي بغيت أكد من الخبر ستجدون المصدر في صندوق الوصف. سلام.